أيمن الهمشري تاجر سمك جملة في حلقة السماء واسكندرية. أنا في الحلقة بسنة 79 كان نفس الشغل اللي من سنة 79 لغاية دلوقتي هو بنفس الطريقة. نفس السمك التجارة جملة، نفس المزاد بيتم الصبح ونفس البيع، بس طبعا الأسعار اتغيرت والدنيا اتغيرت أكتر من كده ما فيش. مش لحسابنا، بنبيع لحساب الغير وبناخد عمولة. يعني احنا مش هاخد سمك ونسعره احنا مزادنا، لا لا. احنا السمك بيبيع عندنا، عندنا مراكب بتبيع عندنا. يعني ايه بتبيع عندنا؟ المركب بيقول لك ايه، بيختار التاجر اللي هو عايز يبيع عنده، بيقول لك انا عايز ابيع عندك في مقابل ايه، بياخد مثلا مديونيه مبلغ معين وبيمدح لي ايصال امانه مثلا ويخلي المبلغ عنده في مقابل ان انا بعد كده بمونه جاز تلج زيت اكل ويخش مصروح يبيع عندي اخد عمولتي واروح اجدد له المصروف بتاعه. ده بالنسبه للمراكب. في بقى سمك بيجينا من البلاد، بيجي من دمياط، بيجي من السويس، بيجي من البرولوج، بيجي من الرشيد، بيجي من اي حته، برضه بيبيع عندنا بنفس المزايده برضه وباخد عموله. انا ببيع افتح عليه مزاد وببيع على اخر سعر وبس، بطلع على المكتب بصفه له مخصوم عمولتي وادي له فلوسه ومشي. وانا بقى بيتم انا اللي بحصل من البائعين بعد كده، هم بيشتروا بالاجل الباقيين. اه حاجه بيشتري الاديه، يعني كله بيشتري بالاجل. يعني حضرتك اللي بتدفع؟ انا اللي بدفع. اه طبعا يبقى متشتري وبتتسدد بعد يوم بعد اثنين بعد 10، في بيع متسدد بعد شهر. كل واحد احنا وطبيعه شغله معانا العدد من بنبداه بعد الفجر، بس كمان دلوقتي الفجر متاخر فبنبداه من 4، لكن في الصيف بنبداه بعد الفجر على طول. الصيف بيبقى الساعه 3 نصلي الفجر ونشتغل على طول لحد الساعه كام تقريبا البيع بقى؟ يعني 8 ونص كده. والله اعتبر ما فيش فرق كتير، يعني هو كان معلمين الاول كان يعني انا حاليا مثلا هتلاقي في الازمة ان عندنا ناس متعلمه، ما حدش جاهل. كان الاول مثلا ناس برضه كان تعليمها على قدها وكان جوا الناس برضه، لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت، ناس اتفتحت وولاد المعلمين القدام برضه الناس دي، الناس معلمين وخريج شهادات عاليه كلهم. بس هو القانون عندنا ان احنا ما ينفعش مركب يكون عند واحد او عميل يجي عند واحد، ان هو بيجي عند التاجر الفلاني وحب يجي عندي، مش ممكن اقدر ابيع له كيلو سمك الا لما اسدد اللي عليه. ده مبدا معروف، يقول لك انا فلان انا ماليش فيه، انت عليك كام عند المعلم الفلاني؟ على 10 قروش، تاخد توديهم له قبل ما تتحرك وتيجي عندي. انا بعشق الشغله دي وما عنديش اي استطاعه اشتغل شغله ثانيه غيرها. انا بحب الشغله، بحبها فعلا. يعني جيت تقول لي مثلا انت عينك النهارده وظيف، مش هرفض.